معلوم والسؤال هو ماذا تقيس وحدة دالتون؟ ماذا تقيس وحدة دالتون؟ 10 ثواني. تمنتاشر ثانية يا نور. إجابتك velocity. إجابة خاطئة. طنطا، في إجابة ولا فيش إجابة؟ اللي هو عمل ألوان، درجة تعمل ألوان. أسامة، إجابة خاطئة. 4 اختيارات بزائد 5 وناقص 5. الكثافة، اللزوجة، الكتلة الذرية، العمق. آسر، الكتلة الذرية. آسر، المرة دي خدت الريسك بخمس نقط يا ناقص 5 نقط. آسر، إجابة صحيحة. برافو عليك يا آسر، الكتلة الذرية هي الإجابة الصحيحة. 5 نقط مهمين جدا للأكاديمية، وبكده النتيجة تعادل 30 الأكاديمية العربية، 30 طنطا.